أقول يا فضيلة الشيخ من أسئلتها بأنه حصل جماع بينها وبين زوجها أثناء الصيام في فترة طويلة، تقول ولا أعرف ماذا أفعل ولا أستطيع أن أصوم شهرين، أريد أن أطعم 60 مسكين ولكن لا أعرف في أي وقت، هل في رمضان أم في أي وقت أرجو الإفادة. الجماع في رمضان محرم منكر شديد، وقد أوجب الله فيه التوبة وقضاء المؤمن الذي حصل فيه الجماع والكفارة المغلظة وهي صيام شهرين، فمن وهي إطعام وهي عتق رقبة، هذه الدرجة الأولى. فمن لم يجد الرقبة، إما لأنه لا يوجد الرق أو أنه موجود ولكنه لا يستطيع الشراء، فهذا ينتقل للخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع لمانع يمنعه من الصيام لصحته أو أعمال لا يستطيع معها الصيام، لا من أجل الكسل أو من أجل عدم تحمل مشقة الصيام، فإن هذا يطعم 60 مسكينا، وكل يوم له كفارة، تكون الكفارة بعدد الأيام التي حصل فيها الجماع، ومن لم يعرف عددها فإنه يقدرها ويكفر عنها، كل يوم عنه كفارة. نعم.